من القدس أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أهلا بك. هل هناك ما يمكن أن تؤكدوه فيما يتعلق بما تحدثت عنه مصادر العربية بالأمس عن صفقة كبيرة يتم العمل عليها من قبل الأمريكيين مع الحكومة الإسرائيلية، خاصة لجهة تبادل الأسرى؟ كما تعلمون، حماس اختطفت أكثر من 220 مدني إسرائيلي، بمن فيهم أطفال رضع، أطفال صغار، أمهات، آباء، مسنين. هذه هي جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية، ونحن طبعا نعمل على استرجاعهم واسترجاع هؤلاء المخطوفين. هو أحد أهداف هذه الحرب على تنظيم حماس الداعشي في قطاع غزة. قلت 220 مدني، من وصفتهم بالمختطفين، 220 مدني ليس بينهم عسكريين؟ عدد العسكريين هو طبعا قائد الفحص، هناك عدد من المفقودين، ويتم النظر فيما ربما هو مختطف او مفقود، ونحن نعلم بان بايدي حماس إضافة اكثر. إلى 220، إذا نتحدث عن 220 مدنيا إسرائيليا وفقا لتصريحات الحكومة الإسرائيلية رسميا، يعلو عليهم المزيد من العسكريين والمفقودين غير المؤكدين بعد. لم أقول ذلك، أقول بأن طيب تفضل لو توضح لنا لو سمحت. أقول بأن بأيدي حماس أكثر من 220 إسرائيلي. لأنه قلت مدني في أول جوابك، قلت مدني فقط لكي نوضح للمشاهد. أنت تقصد إسرائيلي بشكل عام بين مدني وعسكري؟ نعم، ولكن نحن نعلم بأن معظمهم من المدنيين، وكما قلت العشرات منهم من الأطفال والأطفال الصغار والرضع وما إلى ذلك. وبالتالي أريد أن أقول لك شيئا آخر، حماس أشعر بمأزق كبير. أننا وجهنا لها ضربات موجعة جدا، تم القضاء على الآلاف من إرهابيها بمن فيهم قادة كبار جدا. نحن نتابع ذلك لحظة بلحظة ونغطيه على الهواء مباشرة. سؤالي لك كان، هل تؤكد الحكومة الإسرائيلية ما نقلته مصادر العربية عن صفقة يتم العمل عليها لتبادل الأسرى، نعم أو لا؟ لا أستطيع أن أعلق على هذه القضية إطلاقا. هل أنتم مستعدون لمناقشة ذلك في الحكومة؟ لا أستطيع أن أعلق على ذلك. هل طرح ذلك في جلسات الحكومة؟ مرة أخرى، أنا لن أدخل في قضية المخطوفين والمفاوضات التي تجرى أو لا تجرى. هذه قضية حساسة جدا. ما يجب أن تعرفوه بأن اختطاف هذا العدد الكبير من المدنيين كان هدفا واضحا لحماس. حماس أو أولاد داعش دخلوا إلى بلدات غلاف غزة من أجل قتل واختطاف أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهذا ما شاهدناه على شاشاتكم وعلى شاشات فضائيات عربية أخرى. حماس افتخرت بذلك. تم اختطاف هؤلاء من قبل الإرهابيين ومن قبل مدنيين فلسطينيين. وهل تعرض وسائل الإعلام الإسرائيلية ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، بغض النظر إذا كانت حماس مسؤولة عن أزمتهم الحالية أو لا وفق اتهاماتكم أنتم؟ مرة أخرى، لو لم تشن حماس هذا الهجوم الغادر علينا يوم 7 أكتوبر، كل ما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لم يكن يحدث. أليس كذلك؟ حماس تتحمل كامل المسؤولية عن وقوع ضحايا مدنية في القطاع، وأنصح لكل وسائل الإعلام العربية والغربية بعدم تصديق أعداد القتلى التي تنشرها حماس. لأن هل تصدق أعداد القتلى التي تنشرها المنظمات الدولية والأمم المتحدة أو أيضا لا؟ لحظة، هذه هي نقطة مهمة، لأن كل المنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزة تخضع لأوامر حماس، وليس كذلك، هي تخشى حماس، وفي العديد من الحالات الكوادر هم فلسطينيون ينتمون لحماس. حتى رويترز وإي إف بي وكل الوكالات والفضائيات العاملة في الداخل لا تصدقها وهي أجنبية، تتحقق إذا كنت تتهم الإعلام العربي بأنه غير قادر أن يتحقق لأنه تحت سلطة حماس. هل أنت تتهم وسائل الإعلام العالمية ككل بأنها تكذب؟ من أين تأتي هذه المعطيات؟ تأتي من وزارة الصحة التابعة لحماس. يعني هي تأخذ أوامرها من وزارة الإعلام التابعة لحماس ومن الناطق الإرهابي التابع لحماس. يعني لا توجد معطيات مستقلة، ليس كذلك؟ لا أعرف إذا كان يعني من الإمكان بمكان أن نشكك في حجم المأساة على الأقل، بغض النظر عن الرقم، لا أعرف إذا كان من المنطقي والعادل بأن نشكك بأرقام القتلى من الطرفين، وليست هنا المسؤولية، ليس هنا الموضوع. الموضوع هو هل أنتم في الحكومة كما يسأل
الكثير في العالم العربي، تريدون أن تتعاملوا مع حماس كما تصفونها على أنها إرهابية وداعشية، أو كدولة عليها التزامات في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا يحق لإسرائيل أن تتنصل منها كدولة وكمؤسسات وكسلطة، وإلا نكون أمام تصرف حركة بحركة هنا، أليس كذلك؟ إسرائيل دولة تعمل وفقاً للقانون الدولي، حماس هي تنظيم إرهابي داعشي لا يقبل بالقانون الدولي، وهي حتى خرقت الشريعة الإسلامية عندما ذبحت العشرات والمئات من الأطفال والنساء والشيوخ، يعني الإسلام يحرم ذلك. نحن نتحدث هنا عن 7,000، لست هنا في معرض الإجابة عن الأسئلة، أنا الذي أطرح الأسئلة. هناك 1,400 قتيل مقابل 7,000 قتيل، يعني إذا كان العملية، يعني إلى أين يمكن أن تصل الأرقام حتى لو شككت في بعضها، إلى أين يمكن أن تصل الأرقام كي تتوقف هذه العملية؟ هل أنت تقترح بأنه كان يجب علينا أن نذبح بأيدينا 1,400 مدني فلسطيني؟ أن نقطع رؤوس أطفال فلسطينيين في القطاع؟ هل هذا ما تقترحه؟ الرئيس بايدن تراجع عن موضوع قطع رؤوس الأطفال، لا أعرف إذا كانت الحكومة الإسرائيلية لا تزال مصرة، البيت الأبيض تراجع عن تصريحات الرئيس بايدن، هل الحكومة الإسرائيلية لا تزال مصرة على رواية قطع رؤوس الأطفال؟ أكيد، لأنه هذا حدث والبيت الأبيض لم يتراجع، وأنا مستعد لا تراجع لا تراجع تراجع عن تصريحات البيت الأبيض. معلش، هناك رأي وهناك حقائق، وأنا يعني أتابع لحظة بلحظة، وكل العالم العربي يتابع لحظة بلحظة ما يحصل، فبالتالي أرجوك لا صور قطع أطفال على الشاشة لو سمحت، لا صور قطع أطفال على الشاشة، لا يمكننا أن لأننا تعرف لماذا؟ لأنه يعني في معايير مهنية نلتزم بها، ولا يحق لك أن ترفع صور لقطع أطفال بدون أن تستأذننا من قبل إذا كان يحق لك ذلك أو لا، وهذا ينطبق على الفلسطينيين أيضا لمعلوماتك، أرجو أن نتابع في هذا اللقاء، هذا ينطبق على الفلسطينيين أيضا، هذا ينطبق على الفلسطينيين أيضا على شاشتنا، ونحن لم نعرض صورا ولا نعرض صورا لقتلى. وأنت تعرف بأنه عدد القتلى الأمريكيين الذين توفوا في قتلوا في أحداث 11 من سبتمبر لم نرى جثثهم على الشاشات الأمريكية، لأن هناك معايير مهنية يلتزم بها الإعلام الدولي. أرجوك لا تستغل الشاشة لرفع صور، ولكن نتابع في هذا اللقاء، نتابع في هذا اللقاء. الآن فيما يتعلق بهذه الهدن الإنسانية التي يتم الحديث عنها، ألم يأتي الوقت لكي تطبق الآن على الأقل لإجراء تبادل أسرى ورهائن خاصة من المدنيين، أو لخروج المدنيين من الأجانب من المعبر؟ نحن نبذل قصارى جهودنا من أجل تجنب المصاص بالمدنيين الفلسطينيين مرة أخرى. هذا العدد 7,000 قتيل هو مشكوك فيه، أين الأدلة؟ أين الأدلة؟ يعني هذه هي أخبار أو بيانات صحفية تصدرها حماس ولها مصلحة بتشويه الحقائق، وبالتالي هذه هذا يعني هذه نظرتكم وصلت. أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى، ولا أريد أن أعود إلى موضوع البيانات الأممية وإلى أنه كم يفرق عدد 7,000 عن 5,000، ولكن بايدن تحدث بالأمس عن ضرورة وقف هجمات من سماهم بالمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وهذه الهجمات طبعا من المعروف أنها لا تستهدف حماس، إنما تستهدف الفلسطينيين المقيمين على أرضهم، وهو سماها حتى الرئيس بايدن قال المقيمين على الأراضي التابعة لهم، سكان أهل الأرض. نحن نتعامل مع عدة جبهات، هناك أيضا جبهة في الضفة الغربية، ونحن نرى محاولات عديدة من قبل إرهابيين فلسطينيين بالقيام بعمليات إرهابية داخل إسرائيل. موضوع المستوطنين هو موضوع معروف والجيش يتعامل معه. نحن طبعا لا نقبل بالاعتداء على مدنيين فلسطينيين مسالمين، ولكن نحن نعلم بأن هناك العديد من الخلايا الإرهابية الفلسطينية التي تعمل داخل المدن الفلسطينية بغية قتل المواطنين، ولذا نحن نتحرك من أجل هل حرق المحال والبيوت على ساكنيها في الأيام الماضية في حوارة وفي أحداث كثيرة سابقة نتابعها أولا بأول هو يعني دفاع عن النفس؟ هذه هي أعمال غير مقبولة، يعني والحكومة طبعا لا تقبل بذلك، ولكن يجب ألا تقارن بين هذه الأحداث وهي أحداث هامشية قليلة وبين المجازر التي ارتكبتها حماس. يعني لا مبرر لما فعلته حماس وهي لن تدفع ثمن. حماس أرادت أن تدمر إسرائيل، واليوم هي تدمر قطاع غزة على رؤوس الفلسطينيين. بغض النظر عما إذا كان ذلك يبرر، بغض النظر عما إذا كان هذا يبرر ذاك، سقطت داخل القطاع وقتلت مدنيين فلسطينيين. هل الحكومة الإسرائيلية تقوم بما يجب عليها كسلطة
أن تقيد هؤلاء، أن تعتقلهم كما تعتقل الفلسطينيين عندما يقومون وفق تصريحاتكم بأفعال ما، أو لا يقومون حتى وفق تصريحاتهم هم، لكن هل أنتم مستعدون لاعتقال المستوطنين المتطرفين كما سماهم الرئيس بايدن بالأمس من الذين يقومون بهذه الأعمال، أم أن الجيش الإسرائيلي يحميهم كما يقول الفلسطينيون؟ أوضحت موقف الحكومة الإسرائيلية من ذلك تماما، ولكن أريد أن أعود إلى ما يجري على الأرض لو سمحت. عفوا بس أنا سؤالي لك عن موضوع الضفة، لم أنتقل إلى زاوية أخرى، وسأعطيك المجال لكي تقول ما تريد في أي نقطة أخرى، ولكن في هذه النقطة تحديدا، هل الحكومة الإسرائيلية كحكومة لا يجب أن تقول لمواطنيها أو مستوطنيها بأنه هناك قانون يجب الالتزام به وإلا تتعرضون للاعتقال؟ هناك قانون والمواطنون الإسرائيليون يلتزمون به، وعندما يتم خرق هذه القوانين الشرطة والجيش يتحركان من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء. كيف يمكن أن ينفع ذلك مع دعوة رئيس الوزراء شخصيا بالأمس أو تشجيعهم من قبله للإسرائيليين بحمل السلاح لما يسميه الدفاع عن النفس؟ أرجوك أن تعطيني أكثر من 5 ثواني للإجابة. تفضل. هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن، تفضل. حمل السلاح يتم القيام به وفقا للقانون من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين. عندما دخل الآلاف من أولاد داعش إلى بيوت القرى في غلاف غزة وهم ذبحوا الأطفال والنساء، أكثر من 1400 مدني إسرائيلي قد قتل، الحرس المحلي هو الذي صد هذه الهجمات في بعض الأحيان، وعندما تمكن هؤلاء الحراس الإسرائيليون المسلحون بالمسدسات من الدفاع عن أهليهم تم صد هذه الهجمات البربرية من قبل هؤلاء الدواعش. نعم. لذا يتم تشجيع، نعم يتم تشجيع المواطنين الإسرائيليين على حمل السلاح من أجل الحفاظ على أرواحهم، وهذا هو أمر بديهي تماما في الحالة التي نحن موجودون فيها. ألا يحق إذن للجانب الفلسطيني بأن يحمل السلاح بناء على هذه الدعوات؟ لا، لأنك تقارن بين مواطن مسالم وبين إرهابي. للإرهابي لا، أنا قلت فلسطيني. فلسطيني طبعا، الفلسطيني الذي يحمل السلاح وهو لا ينتمي لأجهزة الأمن الفلسطينية هو إرهابي، ليس كذلك؟ أها، والمستوطن أو المواطن الإسرائيلي الذي يحمل السلاح ليس إرهابيا، إنما يدافع عن نفسه فقط. قانون إسرائيلي يسمح بحمل السلاح مثل في أمريكا أو في دول غربية أخرى، ولكن ماذا لو شرعت السلطة الفلسطينية إذن التابعة لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في العالم أجمع، تشريعا بحمل السلاح للفلسطينيين، هل يصبح الفلسطينيون جميعا إرهابيين برأيكم؟ الفلسطينيون الذين لا ينتمون إلى أجهزة الأمن الفلسطينية ويحملون السلاح هم إرهابيون، نقطة. طبعا هناك كميات هائلة من الأسلحة في الضفة الغربية ويتم استخدامها ضد مواطنينا، لذا كل فلسطيني يحمل السلاح ولا يحمل شهادة شرطي أو ضابط في أجهزة الأمن الفلسطينية هو إرهابي، وإذا أطلق نار على مواطنينا أو جنودنا سيتم قتله. نعم. نحن يجب أن نقول ذلك على الملأ، هذه هي المشكلة في الضفة الغربية، هناك حالة من الفلتان الأمني، هناك حالة من الفوضى بسبب انتشار الأسلحة غير الشرعية في المدن والقرى الفلسطينية، لذا قواتنا تعمل ليل ونهار. يعني حتى لو كان يتعرض لهجوم مستوطن، لو كان مواطن فلسطيني في الضفة ليس تابعا لحماس، ليس تابعا لأي حركة، تعرض لهجوم مستوطن ودافع عن نفسه وكان يحمل سكينا مثلا، فهذا يعني سيكون إرهاب إذا دافع عن نفسه. هذا يعني هذا تصنيفكم. أنا لا يعني لا أحكم هنا، إنما أسأل لكي نعرف كيف هو الوضع في الداخل. الفلسطينيون في الضفة الغربية نفذوا حتى اليوم أكثر من 100,000 عملية إرهابية بحق مواطنينا، هم قتلوا آلاف الإسرائيليين، أطفال ونساء وشيوخ في منازلهم في الشوارع، وهم يتفخرون بذلك، ليس كذلك؟ وعندما يتم قتل هؤلاء الإرهابيين الفلسطينيين هذا هو أمر يأتي في إطار الدفاع عن النفس، في إطار الدفاع عن النفس، لأنه لا توجد أي دولة في العالم تقبل بتجول إرهابيين مسلحين في شوارعها يقتلون المرة السكان، ليس كذلك؟
طيب، لأنه الطرف الأوروبي والدولي وليس العربي يتحدث عن قبل العربي أو يعني بعد العربي يتحدث عن المستوطنات بأنها مستوطنات غير شرعية، ويطالب بوقف الضم في الضفة الغربية على أنها أراضي 67 ويجب أن تخلى، ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل ذلك، إنما قام وزراؤها من الموصوفين بانتمائهم إلى اليمين المتطرف باقتحام وانتهاك حرمات المسجد الأقصى أولا، ومن ثم بتحريض المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين. لماذا عندما يتعلق الموضوع بالفلسطينيين والعرب تطلبون منهم نبذ الإرهاب والعنف كما تسمونه، وعندما يتعلق الموضوع بمسؤولين إسرائيليين في داخل الحكومة محسوبين على اليمين المتطرف رواياتهم منطلقها دينية دائما لا يحسب ذلك تطرفا؟ وأنا لا أحكم هنا، إنما أسأل لكي توضح لي، تفضل. الوزراء في الحكومة الإسرائيلية لم يقتلوا أي فلسطيني، أو لا الفلسطينيون الذين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مسلحة مدججة بالسلاح يعملون ليل ونهار على قتل مواطنين. للأسف أنت تفضلت بعدة حقائق غير دقيقة على الإطلاق. مثل ماذا؟ نعم، مثل ماذا؟ يعني أنت قلت مثل المساس بالأقصى وما إلى ذلك. لم يحصل؟ لم يحصل. الأقصى في أمان، الأقصى ليس في خطر، وإسرائيل تحافظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية واليهودية. أنا لم أذهب إلى هناك، ولكن هذه تصريحات القادة العرب، وهذه تصريحات القادة الفلسطينيين والشعب الفلسطيني والعربي، هذه تصريحات وزارات الخارجية والعالم، الولايات المتحدة حليفتكم الأولى هي التي تدعوكم إلى إخلاء المستوطنات وإلى ضرورة إعطاء الأرض إلى يعني أصحابها، خاصة 67 أو على الأقل 67، ولا يعود العالم إلى 48، الحديث عن 67 وفق القرارات الشرعية الدولية. تفضل. هل الصراع مع الفلسطينيين بدأ في العام 67؟ لا لا لا. لماذا؟ لأنه المستوطنات بنيت بعد 67. إذا بنيت المستوطنات بعد 67، لماذا كان هناك صراع بين 48 لحد 67؟ لأنه هذا الصراع لا يدور على المستوطنات، وبالتالي الفلسطينيون والتنظيمات الإرهابية كل هؤلاء يعتبرون كل بلدة وكل مدينة إسرائيلية كأنها مستوطنة، يعني يصفون كل إسرائيلي بأنه مستوطن غرم. هذا التعامل هنا يكون عادة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لا 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 مع منظمة التحرير، وليس مع نوايا الفلسطينيين. لا 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 لا، أنا أريد أن أكمل كلامي. لا يمكن أن أتحدث لمدة 5 ثواني وأنت تقاطعني باستمرار. تفضل معك. لأنك لا تعمل ذلك مع أي ضيف، حتى مع أي ضيف، صح؟ صح ولا لا؟ لم أسمع. خليني أرد لك. تفضل. المستوطنات هي موضوع هامشي، الصراع هذا يدور على الوجود، أنتم تقولون هذا هو الصراع وجود ولا حدود، وهذا صحيح، والصراع على وجودنا في أرضنا، هذه هي أرضنا التاريخية منذ آلاف السنين، نحن الشعب الأصلي هنا، هناك شعوب غير عربية وغير إسلامية في الشرق الأوسط، العرب في الماضي معظمهم أرادوا أن يقوموا بتطهير إرقي في الشرق الأوسط، يعني يقتلوا كل اليهود ويرموهم في البحر. هم لم ينجحوا في ذلك. نحن دولة غير عربية وغير إسلامية في هذه المنطقة، ونحن بقون إلى الأبد، إلى الأبد نحن أقوياء، نحن لا نزال الحمد لله الدولة العسكرية، الدولة العظمى عسكريا في هذه المنطقة، وهذا سوف يستمر، ونحن سندمر حماس مهما طال الوقت، حتى لو استمرت هذه الحرب شهورا أو سنوات نحن سنقضي على حماس، وحماس موجودة اليوم في مأزق كبير، هي تولول وتريد أن تضغط على العالم لكي يتدخل من أجل تخفيف الضغط الإسرائيلي وما إلى ذلك. حماس لم تأخذ بالحسبان الرد الإسرائيلي الساحق على هذه المجازر. وأنا أقول شيئا آخر، تدمير حماس جيد للعالم العربي، تدمير حماس جيد للفلسطينيين. ولماذا؟ لأنه بعد تدمير حماس ستتم إزالة التهديد عن عملية السلام. بدون حماس توجد فرصة للسلام. تمام. هذا من حق، إذا كنت توافقني، هذا من حق المسؤولين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني أن يقرروا وأن يصرح فيه، والعالم العربي كذلك، بما أنه ذكرت أنه من مصلحة الفلسطينيين والعالم العربي. ولكن أعود إلى النقطة الأساسية، هل السياسة التي تقررها الحكومة مبنية على الحكم على نوايا الفلسطينيين والعرب، أو على ما اعترفت به السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال يعني كل الاتفاقات التي حصلت مع الإسرائيليين والمجتمع الدولي من اتفاق أوسلو حتى الآن، والتي تعترف فيها يعني بإسرائيل بالتالي، وتنتظر تطبيق مبادرات السلام العربية كما تعرف، التي لم تطبق حتى الآن؟ هذا
حركة فتح التي تتراس منظمة التحرير لا تعترف بإسرائيل، وهي تقول على الملأ بأنها ملتزمة بتدمير إسرائيل، فعن أي اعتراف فلسطيني تتحدث؟ وبالتالي هل حماس معترفة بإسرائيل؟ هل حماس معنية بإنهاء هذا الصراع؟ هل حماس معنية بعملية سلام؟ طبعا لا، حتى عن لا تصريحات نسمح مسؤولين أو على عن أنفسنا. الاتفاقات الدولية، لأن الاتفاقات الدولية واضحة ورعاتها أجانب وأمريكيون من حلفائكم وأوروبيون كذلك، يعني والاتفاقيات واضحة ومبادرات السلام واضحة أيضا، ولكن الاتهام من الطرف الفلسطيني للإسرائيلي بأنه لم يوافق على مبادرات السلام وأنه ليس شريك سلام حقيقي، لأنه الرئيس عباس دائما في عز الحرب يقول نحن مع السلام وننبذ العنف ونريد تحقيق السلام وحل الدولتين. هذا يضحكني، تعرف لماذا؟ لأنه لماذا؟ أبو مازن نفسه رفض على الأقل 3 خطط سلام إسرائيلية قدمت له كل ما أراده. كانت هناك خطط كلينتون، وكانت هناك خطط جون كيري وما إلى ذلك، كانت هناك مباحثات بين أبو علاء وتسيبي ليبني وأولمرت وأبو مازن، يعني كانت الكثير من المفاوضات. الطرف الفلسطيني، هذه هي الحقيقة، الطرف الفلسطيني غير معني إطلاقا بإنهاء هذا الصراع، لأنه يستفيد منه شخصيا وماديا. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. لو كان هناك التزام فلسطيني بالسلام لتوصلنا إلى اتفاقية سلام قبل 30 عام. ما تقوله السلطة الفلسطينية للحفاظ على الحق، حق الطرف الآخر عندما بأن تفاوضنا يكون مع مصر موجودا، ما وصلنا تقوله إلى عكس اتفاق ذلك تماما وتحمل إسرائيل سلام المسؤولية. كذلك مع الأردن. طبعا ما تقوله السلطة الفلسطينية، لأنه من حقها أن نبين رأيها أيضا، عكس ذلك تماما، وتتهم إسرائيل بأنه ليس فيها شريك سلام وبأنها تقيم المستوطنات في الضفة الغربية وترفض حل الدولتين. وترفض حل الدولتين. طيب الآن لهم حق الرد طبعا على هذا الكلام من قبل المتحدث باسم الحكومة، رئيس الحكومة الإسرائيلية. هل نتنياهو مستعد لكي يعترف بتحمل المسؤولية كاملة عما حدث كرئيس وزراء في 7 أكتوبر مع هذا الفشل السياسي والاستخباراتي الذي اعترف به قادة إسرائيليون كبار؟ بدأ أن نتنياهو يعني إلا ما قاله قليلا أمس في تصريحه بدأ وكأنه يتنصل من تحمل المسؤولية وفقا لكثيرين، أما قادة العسكريون تحملوا المسؤولية، ما يعني كيف تردون على هذا الكلام؟ الجدال حول قضية المسؤولية هو جدال مهم، ولكن سيتم التعامل معه بعد تحقيق ناصر على حماس، يعني هذا هو أهم في هذه المرحلة. الجمهور الإسرائيلي يجمع على ضرورة التخلص من حماس. 400,000 جندي إسرائيلي انخرطوا في صفوف الجيش، هم جنود احتياط. إذا اعتقد البعض بأن إسرائيل هشة، إسرائيل ضعيفة، بأن الجيش الإسرائيلي ليس قادراً على خوض المعركة، فحماس تعلمت الدرس جيدا وعلى الفور، يعني الجيش قوي جدا، الجيش مستعد للمرحلة القادمة وهي الاجتياح البري. كان هناك توغل بري كبير الليلة الماضية، تم تدمير العشرات من مواقع حماس، تم قتل العديد من إرهابيي حماس. ولكن الهجوم البري كهجوم كامل لم يحصل بعد، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات في العالم حول جاهزية الجيش الإسرائيلي حقيقة لكي يقوم بمثل هذا الهجوم، لأنه تعرف حجم الأنفاق طولها وعرضها في داخل قطاع غزة بأنه مهمة معقدة جدا قد تكون. أقول تالي فقط، إن الله مع الصابرين إن صبروا، ولدينا صبر طويل، لدينا نفس طويل، نحن سنختار توقيت الاجتياح البري، هذا التوقيت سيكون مفاجئا ولدينا مفاجآت كثيرة. كم تعتقد بأن توقيت العملية يمكن، ليس متى توقيت، كم تعتقد بأن التوقيت ككل، مدة العملية الزمنية لكي تحققوا أهدافكم؟ هل الحكومة وضعت خطة واضحة مزمنة؟ طبعا كل الخطط يعني تم الاستعداد لها وتم تخطيطها مسبقا، والجيش يستعد للمرحلة القادمة. هناك قوات كبيرة جدا على الحدود، الدبابات، الهندسة المدفعية، قوات خاصة، مشاة ميكانيكي وما إلى ذلك، سلاح الجو طبعا ينفذ آلاف الغارات على مواقع تابعة لحماس، وحماس شهدت من قرب قوة الطيران الحربي الإسرائيلي. انظر، نحن في مرحلة أخرى، نحن لا نريد التهدئة، نحن لا نريد وقفا لإطلاق النار، لا نريد حلول جزئية، نحن نريد حلا دائما وحقيقيا لوجود حماس في. طيب ما الذي يمكن أن يمنع عملية برية وشيكة؟
هل هناك ما يمكن أن يمنع عملية برية وشيكة؟ نعم، استسلام حماس على الفور، رفع الراية البيضاء، استسلام كامل ومطلق من قواتنا، نعم هذا سيمنع الاجتياح البري. طيب الآن هناك يبدو ما تنشر حماس عن يعني وثيقة فيها من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي. إذن وزارة الصحة في غزة تصدر وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية 7028 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي، وأنت قلت لنا قبل قليل إنكم لا تصدقون الأرقام التي توردها السلطات في غزة. هذه الوزارة تطرح الأسماء والأرقام وبطاقات الهوية الآن ل7028 فلسطينيا قتلوا، كيف تردون؟ أين الأدلة بأنهم قتلوا؟ هذه هي قائمة من الأسامي ومن أرقام الهوية، ولكن أين الجثث؟ أين الأدلة؟ يعني أنا أستطيع أن أقدم لك قائمة 10,000 اسم أو 100,000 اسم، هذا لا يدل بأنهم قد قتلوا، وليس كذلك. شوف يعني لست في موضع الرد على أسئلة، ولكن إذا لم تكن الحكومة لتعترف بكل الصور والفيديوهات وتصريحات المنظمات الدولية مثل العفو الدولية، تصريحات الأونروا في الداخل، لا تثق بالأونروا في الداخل تابعة للأمم المتحدة، لا تثق بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وتقول عنه بأنه يدعم حماس لأنه قال هجومها لم يأتي من فراغ، فيعني لا مكان يعني الحوار بالنسبة إلى المجتمع الفلسطيني والعربي بعد ذلك إذا كان في عصر الوسائل التواصل الاجتماعي وكل ما نراه هناك نفي عبر سؤال ما الذي يثبت؟ يعني هل يمكن أن نقول بعد هول ما حصل ما الذي يثبت؟ هل قبلتم من قال ما الذي يثبت عن 1400 قتيل إسرائيلي في هجوم غلاف غزة؟ أدمتم ذلك وقلتم لا نقبل بأن يتم التشكيك في ضحايانا، أليس كذلك؟ لماذا لا تفعلون الأمر نفسه عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين؟ لأن حماس تكذب باستمرار ونحن نعلم ذلك. حماس تقوم بمناورات إعلامية وبتلفيق الحقائق من أجل دعم رواياتها. السلطة الفلسطينية وحماس تتهمكم أيضا يعني بالعكس بالأمر نفسه. السلطة الفلسطينية تتمتع بمصداقية، يعني السلطة الفلسطينية طبعا لها هي الممثل الشرعي والوحيد الذي عقدتم معه اتفاق وسلمتم عليهم باليد وعادوا إلى الأراضي الفلسطينية وعقدتم معهم اتفاقات ومفاوضات وكانت يمكن أن تفضي إلى حل الدولتين. يعني مرة أخرى بالنسبة لسؤالك، فهذه القائمة لا تثبت أي شيء، ونحن نعلم بأنه حماس تضخم عدد القتلى وهي تقول بأن كل القتلى من المدنيين. كم إرهابي قتل؟ هل حماس اعترفت بمقتل أحد من إرهابيها؟ لا، لأنه هي تحاول أن تظهر أو تصور كل القتلى كأنهم مدنيين أبرياء. يعني سيد جندلمان، سألنا عبر العربية سيد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج منذ أيام، هل الحركة جاهزة لكي تعتذر عن قتل المدنيين؟ قال لا، على الجانب الإسرائيلي أن يعتذر. إذا سألتك السؤال نفسه، هل المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان يمكن له على شاشة العربية أن يعتذر عن قتل الفلسطينيين المدنيين؟ لماذا هم قتلوا؟ هم قتلوا لأن حماس ذبحت أكثر من 1400 مدني إسرائيلي بريء. يعني لو لم تقم حماس بهذا الهجوم كل هؤلاء كانوا اليوم على قيد الحياة، ليس كذلك؟ لذا حماس التي لم تعترف إطلاقا بمصيرهم، لم تعترف إطلاقا بحياتهم، وهي الآن تستخدمهم كضروب شرعية. حماس تطلق النار على الفلسطينيين الذين يريدون التواجه إلى الجنوب من أجل التوصل إلى أماكن آمنة. هل أنا يجب أن أعتذر؟ حماسة يجب أن تعتذر على قتل المواطنين وعلى قتل المواطنين الفلسطينيين في القطاع؟ ما يقوله الفلسطينيون في القطاع بأنهم يتعرضون لقصف إسرائيلي حتى عندما ينسحون إلى الجنوب وحتى في المناطق التي قالت إسرائيل إنها ستكون آمنة. طيب إذا لم تكن، أنا سأختم معك، ولكن إن لم يكن اعتذارا، هل يمكن لك بغض النظر عن منصبك كإنسان أن تأسف على الأقل لقتل هؤلاء المدنيين، الأطفال على الأقل أقل منهم وهم 3,000 تقريبا؟ مرة أخرى أنا لا أصدق هذا العدد لأنه مفبرك، لأنه مبالغ فيه، ولكن يجب أن أذكر إسرائيل تبذل قصارى جهودية من أجل تجنب المساس بالمدنيين، نقوم بكل شيء أكثر من أي دولة أخرى في مثل هذه الظروف. نحن نرسل رسائل صوتية، رسائل نصية،
نتصل ببيوت الأهالي ونطلبهم بالتوجه إلى أماكن آمنة. تم إلقاء المناشير جوا من أجل حث السكان إلى التوجه إلى الجنوب. حماس تمنعهم من ذلك وهي تتحمل المسؤولية. لا يوجد أي إنسان في العالم، إنسان حقيقي، إنسان صاحب ضمير، يريد أن يرى أطفالا مقتولين، ولكن حماس تتحمل المسؤولية. هي أرادت ذلك ولذا هي تدفع ثمن. نعم، ويبقى يعني تبادل الاتهامات وحق الرد دائما للطرف الآخر بالرد. جملة أخيرة، أنا أتمنى بأن سيأتي يوم عندما الشعب الفلسطيني في القطاع سيكون محررا من قبضة حماس، من احتلال حماس، وعندئذ يمكننا إن شاء الله صنع السلام. الشعب الفلسطيني كله يأمل بالتحرر من كل يعني ما تعرض له في العقود الأخيرة. أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية من القدس، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.